بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال وردنا على الصفحة: هل الدعامة بتزود الطول والسمك؟ لا طبعا، الدعامة لا تزيد الطول ولا تزيد السمك. يعني في ناس بتقول كلامها كده، ولكن الأمر الواقع والحقيقة إن الكلام ده أمر غير علمي. يعني أنا عندي مثلا دي دعامة، مثلا هحطها طولها مثلا 20 سنتي مثلا وقطرها 11 ملي، العضو الذكري هيبقى على قد دي. لو دي زادت في السمك العضو الذكري هيزيد، ولو دي زادت في الطول هيزيد. فبالعقل كده المجرد هيزيد ازاي؟ ولو افترضنا ان احنا حاطين دعامة بالونية، الدعامة البالونية هيبقى فيها كمية معينة من السائل، الكمية دي مش هتتغير، هتزيد ازاي برضه؟ فإذا الدعامة لا تزيد الطول ولا تزيد السمك. طيب المريض عاوز يزود الطول والسمك مع الدعامة، بنزود السمك في حاجة لزيادة السمك، سواء عن طريق الحقن، عن طريق السيليكون، عن طريق يعني كذا حاجة. عايز يزود الطول ممكن يتعمل عملية إطالة للعضو، أو على الأقل يحاول اختيار الطول المناسب عشان يعوض الفقد في الطول، على الأقل يحافظ على طول العضو، أو يحاول يزوده بالطرق الإطالة العادية اللي هي موجودة. وهي طبعا بتبقى مفيش مشكلة فيها مع الدعامة، لأن الدعامة كده كده بتبقى حامية الانتصاب، وفي نفس الوقت الطبيب بيبقى محدود بطول العضو الذكري عشان يحط فيه الدعامة. الدعامة ما تقدرش تعملها أطول من طول العضو الذكري، أنت بتعملها أقصر منه بحاجة بسيطة، نص سنتي ولا حاجة أو في الحدود دي، على أساس إن أنت ما تعملش حاجة اسمها ضمور طرفي أو ضمور ضغطي على رأس القضيب. طبعا دي بتأدي إلى إن العضو ممكن يقصر نص سنتي ولا حاجة، فبتحاول إن أنت تعمل عملية إطالة للقضيب مع تركيب الدعامه، على اساس انك يا اما تكتسب جزء من الطول، او على الاقل تعوض الفاقد في الطول نتيجه تركيب الدعامه. لو المريض عاوز برضه يزود اللي هو مده الوقت، بيعمل عمليه لاطاله سرعه لزياده مده الوقت، او عمليه لعلاج سرعه القصف. احنا بنعمل عندنا عمليات على عجلان اصلا يعني كبروتوكول عندنا، او ممكن اي عمليه غيرها حسب رغبه المريض، عشان تزود وقت الاستمتاع بالدعامه. إذا الدعامة بتعالج مسألة العجز الجنسي فقط، يعني ضعف الانتصاب أو انعدام الانتصاب إن شئنا بدقة يعني فقط، أما مشكلة الطول والحجم وتأخير القذف أو يعني زيادة مدة المتعة، الدعامة ما بتعالجش دول، لابد من تكنيكات إضافية مع عملية الدعامة عشان نحصل على الحاجات دي. وشكراً.